القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة النحو والتدريبات لطلاب الصف الثالث الثانوي الأدبي وفق المنهاج الليبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة أورينت الافتراضية. وما زلنا نطوف في رحاب أسلوب الشرط. انتهينا في الدرس الماضي من أسماء الشرط من وما ومهما، ودرسنا اليوم أعزائي الطلاب نتناول فيه أدوات الشرط الجازمة: متى، أيانا، حيثما، أينما، وأن، وكيفما. يمكن أن نقول الأدوات الظرفية وكيفما، فمتى وأيان وحيثما وأينما وأن كلها ظرفية، وكيفما لها شأن آخر. إذن نكمل اليوم ما تبقى من هذه الأدوات، ولكن كما تعودنا نسترجع ونستذكر ما تعلمناه. أسماء الشرط الجازمة عددها 10 أسماء، وهي كلها جازمة، وذلك لأنها تجزم فعلين مضارعين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. وقد مر معنا في الدرس الماضي، قلنا من للعاقل وما ومهما لغير العاقل. ما تستخدم لغير العاقل وقد تكون للزمان، إلا أن مهما فهي لغير العاقل غالبا، ومن للعاقل. أما الأدوات التي نتناولها اليوم فهي الأدوات الظرفية، وأولها متى وأيانا. جمعت بينهما لأن الدلالة واحدة، وهي الظرفية الزمانية. متى وأيانا يستعملان للظرفية الزمانية، فنقول متى تجلس أجلس، أي في أي وقت تجلس أنت أجلس أنا. أيانا تجلس أجلس، أيضا أيانا، أي أي وقت أنت تجلس به أنا أجلس. إذن متى وأيانا كلاهما له المعنى نفسه، وهو الظرفية الزمانية. ومنه قول الشاعر: أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، متى أضع العمامة تعرفوني، في الوقت الذي أضع العمامة تعرفوني. فمتى هنا للظرفية الزمانية، والفعل أضع فعل مضارع مجزوم، لأنه فعل الشرط، أو قلنا نقول مجزوم بمتى، وكلاهما في الإعراب صحيح. أما علامة الجزم هنا فهي السكون، ولكن حرك بالكس منع من التقاء الساكنين، فالأصل متى أضع، لكن الكسر هنا حتى لا يلتقي الساكن الأول فوق العين مع السكون في التعريف. إذا متى أضع العمامة تعرفوني، أيضا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. إذا نقول عزيزي الطالب الأداة هنا متى، وهي اسم شرط جازم يستعمل للظرفية الزمانية. أيانا منك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. أيانا منك تأمن، أي في الوقت الذي نؤمنك نحن فإنك ستأمن، إذن في هذا الوقت تأمن. أيانا هنا تستخدم للظرفية الزمانية، والفعل بعدها منك فعل مضارع مجزوم، أيضا جواب الشرط تأمن فعل مضارع مجزوم، وكلاهما وعلامة جزمه السكون الظاهر.
إذا من الأدوات الظرفية متى وأيانا، وكلتاهما يستعملان للظرفية الزمانية. أما الأدوات التي تستعمل للظرفية المكانية فهي ثلاث أدوات: أين وأن وحيثما. إذا أين وأن وحيثما كلها تستعمل للظرفية المكانية، فأقول أين تجلس أجلس، أي في أي مكان تجلس أنت أجلس أنا. أن تجلس أجلس، أيضا في المكان الذي أنت تجلس به أجلس أنا. وحيثما تجلس أجلس، أيضا في المكان الذي تجلس أنت أجلس أنا. إذا أين وأن وحيثما تستعمل للظرفية المكانية. أين وأن وحيثما إعرابها واحد، اسم شرط جازم مبني، فأسماء الشرط كلها مبنية. وكذلك ما يستعمل للظرفية الزمانية اسم شرط جازم مبني، في أين نقول مبني على الفتح، أن وحيثما مبني على السكون، وكلها في محل نصب على الظرفية المكانية. إذا نقول في إعراب الأدوات الظرفية اسم شرط جازم مبني على الفتح أو السكون في محل نصب على الظرفية. فإن كان من الأدوات التي تستعمل للظرفية المكانية قلنا في محل نصب على الظرفية المكانية، ولو كان من الأدوات التي تستخدم للظرفية الزمانية لقلنا كما في قولنا متى اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية. إذن الإعراب واحد في الأدوات الظرفية، وما يختلف إلا تحديد المكان أو الزمان. وبعد الانتهاء من الأدوات الشرطية الظرفية ننتقل إلى كيفما. وكيفما هي أصل للحال، أي أن كيفما تستعمل غالبا للدلالة على الحال، إلا أن لها شرطا ليس لغيرها من الأدوات الجازمة. هذا الشرط أن يكون الفعلان، فعل الشرط وجواب الشرط، من لفظ واحد. إذن يشترط في الفعلين بعدها أن يكونا من لفظ واحد. كيف ذلك؟ كما في قولنا كيف تعامل أخاك يعاملك، كيفما أجلس تجلس، كيفما أكتب تكتب. لاحظ الفعل الأول والفعل الثاني من جنس واحد، من لفظ واحد. إذا شرط كيفما كما قلنا أن يكون فعل الشرط وجواب الشرط من لفظ واحد، واحفظ هذه القاعدة لأنها دقيقة. أما إعراب كيفما فلها إعرابان: إذا وقعت قبل كان فهي خبر. إذا وقعت قبل كان، وهذه قاعدة خاصة، كما في قولنا كيفما يكن الأب يكن أولاده. لاحظ معي كيفما يكن الأب، وقعت كيفما هنا قبل كان، أي في المضارع هنا يكن، فهي في محل نصب خبر ليكن، إلا أنها إن لم تقع بعد كان فهي في محل نصب حال. إذا إما أن تكون في محل نصب خبر بعد كان، أو فهي في محل نصب حال في المواضع الأخرى. إذا عزيزي الطالب احفظ معي قاعدة كيفما تستعمل كيفما للدلالة على الحال. أما الشرط الذي يشترط في كيفما هو أن يكون فعل الشرط وجواب الشرط من لفظ واحد، كما في قولنا كيفما تعامل أخاك يعاملك. أما إعرابها إذا وقعت قبل كان فهي خبر، وإلا فهي في محل نصب حال. إذا نجمل ما تعلمناه في درس اليوم لنقول أعزائي الطلاب: أسماء الشرط الجازمة الظرفية متى وأيانا، وهما يستعملان للظرفية الزمانية، ولدينا أين وأن وحيثما، وهذه الأسماء تستعمل للظرفية المكانية، وكما قلنا في الإعراب كلها في محل نصب على الظرفية إما المكانية أو الزمانية. وأخيرا لدينا كيفما، وهي تستعمل للدلالة على الحال، إذا وقعت قبل كان فهي خبر، وإلا
فهي في محل نصب حال، ويشترط فيها أن يكون الفعل والجواب من لفظ واحد. وبهذا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درس اليوم. يتبقى لدينا من أسماء الشرط الجازمة الأداة أي، وهي الأداة الأخيرة التي سنتناولها في الدرس القادم إن شاء الله. آمل أنكم قد استفدتم مما تعلمناه في هذا الدرس، وإلى لقاء جديد بكم أعزائي الطلاب. أشكر لكم متابعتكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.